واف الخوت، السلام عليكم. اليوم ان شاء الله قصة جديدة، قصة الضابط السري، قصة مشوقة بزاف. كنتمنى من الله تلقى الاعجاب ديالكم. كيف العادة ما غاديش نطول عليكم بزاف، ديو الكيت وخليكم معايا. ضابط توطا كانت سميتو حسن، باقي ما مزوج ما والو، عطا غير الشاوي والفساد، ما كيعرف لا حلال لا حرام. كيف كيقول المثل ديالنا، اللي طاح في المقلى يتغلى. طالع واكل نازل واكل بحال المنشار، وخيعرف يدي منك 20 درهم وما يخليكش بلاش. دوز تقريبا في الخدمة ديالو شي 10 سنين ديال الخدمة، كيدخل فلوس صحيحة في النهار، ولكن كاملة كتمشي في الشاب وفي البلية. حتى من السكنة ديالو ما عندوش، غير كايم مع شي دراري في المدينة، حيت هو ماشي ولد هاد المدينة هادي. واحد النهار كان روبو وما كانش خدام، جا عندو الإمام ديال الجامع هو وشي ناس، طلبوه باش يتدخل حيت شي واحد خون البيفان ديال الجامع. لبس الوالد حويجو بالزابة وهبط معاهم، عيط على البوليس اللي خدامين معاه باش يديهو محضة. من بعد قال لهم الوالد، صافي يكونوا هانين، أنا غادي نوقف على هاد القضية هادي وغادي نجيب لكم هاد الشفار هذا. دازت تقريبا شي يومين، الوالد بغي يعرف شكون هاد الميكروب اللي وصلت به الوقاحة يخون البيفان من الجامع. بدا كيبحث في هاد القضية، رجع للدرب اللي فيه الجامع وبقى كيقلب حتى لقى واحد المعشابة حداه، وداك المعشابة كان داير واحد جوج كاميرات، كاميرا فيهم كانت شادة الباب ديال الجامع، الباب اللي لقاه الإمام مفرقع. دخل عند مول المعشابة وقال ليه معاك البوليس، رجع الكاميرا وشاف شكون اللي ساق داك البيفان. تقريبا في 24 ساعة قدروا يشدوه. مشى معاه هاد الضابط حتى للدار ديالو، خدا داك البيفان شدوه هو وصيفطوه للحبس، وجاب البيفان للجامع. دخل ورا العصا، كان هاد السيد هذا شاف عطافة عامة دخل للجامع، من نهار تبع الخدمة والملاهي ونسى واش كاين شي صلاة ونسى العبادة ديالو. ملي دخل لقى واحد البنت كانت كتحفظ لبنات القرآن، وهاديك البنت آية في الجمال، شاف فيها وحشم وعاود خرج. قال لي عفاك كلمي لي الإمام ديال الجامع. ناضت داك البنت عيطات عليه وخرجت لعندو، قال ليه البيفان راه جبناهم وداك الشفار راه شديناه. قال ليه الإمام شكرا بزاف، بقى كيهضر معاه شحال شوية جبد معاه الموضوع على داك البنت. قال لي هادي البنت ديالي، تبارك الله راه حافظ القرآن كامل، وهي اللي ولات كتحفظ الوليدات. خرج داك الضابط من تماك وخلى القلب ديالو في الجامع مع ديك البنت. كان غادي في طريقه وكيهضر غير مع راسو، وحال الإمام يبغي يعطيني بنتو، عارفيني زهواني وعطاي غير للزهون النشاط، والله يسمح ليا 14 عام ما دخلت للجامع واخا نكون يهودي. مهم داك الضابط حاول ينسى ومشى صار مع صحابو كيف العادة. نهار الأول الثاني الثالث والو، داك البنت ما بغاتش تحيد ليه من البال ديالو، وبسبب هذيك البنت غادي يولي يصلي غير باش يتعرف على باها كثر ويقدر يطلبها منه. المهم ولا الضابط كل فات كيمشي يصلي في الجامع، وكيحاول ما امكن يبقى جالس مع الامام ويهضر معاه، غير هو عيق بزاف. ما كاملش السيمانه ومشى عند الامام وجاه من الاخر، قال ليه بنتك عجبتني وبغيتها للزواج. الامام ديال الجامع عارف الضابط فاسد، ما كيعرف لا حلال لا حرام، وديما كيجي سكال للدار ديالو. ما قالش ليه لا ما غاديش نعطاك بنتي، جاه بطريقه اللي زوينه، قال لي اسمع انا ما غاديش نلقى احسن منك، ولكن راي الاول والاخر كيبقى ديال بنتي. مشى الامام عند بنته وعاود لي على راجل كامل، قال لها سكير، ديما كيجي لدارو سكان، مشوه راسو في الحي كامل، كلشي عارفو شيوي، كلشي كيقول عليه انسان طيب، ولكن البلية ما كتخلي حتى شي واحد يكون ضعيف. قالت لي ماشي مشكل، نتلاقى معاها واللي فيها الخير الله يديرها. الاب ديالها ما عجبوش الحال، كان كيتسنى فيها طفض ويمشي عنده ويقول لها بنتي ما بغاتش. قال لها بنتي كيفاش نتلاقى معاه ويكون خير، راه قلت لك السيد ما كيسحاش. قالت لي يكون هاني الوالد، راني كبرت وعارفه شنو كندير. الوالد ديالها قال لها صافي ماشي مشكل اللي بغيتي. دو مع الضابط وقال ليها جي عندنا للدار ويكون خير. الضابط فرح بزاف، قال لي صافي غدا ان شاء الله غادي نجيب معايا الوالدين ديالي ونجي نخطبوها
قال لي لا غادي تجي عندنا بوحدك، باقي ما كاين لا خطبه لا والو، غادي تلاقى مع البنت وشوف واش غادي تفاهم انت وياها ولا لا. الضابط هنا ما فهم والو، قال لي صافي ماشي مشكل. وصلت الوقيته اللي دار معاهم ومشى لعندو. دخل داك الضابط للصاله ديالهم، جلس وشاد الخلعه. اول مره كيحس بهذا الاحساس هذا. ديما الناس اللي كيدخلوا عنده كيكونوا مخلوعين. بقى جالس في ديك الصاله، من بعد 10 دقائق تما داخل داك البنت. داك البنت كيف قلت لكم آية في الجمال، وبين عليها ما بيا مزيان. جلست حداها وبقات كتصنط ليه، بقات يخبر عليها شحال بغيت نتزوج بك على سنة الله ورسوله، وان شاء الله ما غادي يخصك معايا حتى شي خير، واللي بغيتي نحضها لك، وحتى الصداق ديالك اللي طلبتيه نعطيه. بقات ساكته وما قالت لي حتى شي كلمه، خلاته حتى كمل على خاطو. من بعد قالت ليها واش عارف شنو كيقولوا عليك في الدب؟ قال لها ها لا لا. قالت لي اول حاجه تيقولوا عليك الشيوي، ثاني حاجه سكيري، ثالث حاجه ما كتفرق لا ما بين الحلال ولا الحرام. قالت لي كيفاش غادي نقدر نعيش مع واحد بحالك؟ يا اما محشم وتزنك حدا راسو في الارض وما بقاش قادر يشوف الضابط، اما واحد الضابط الودنين ديالو تزنقو وحتى هو ولا كيشوف الارض. قالت لي نقبل نتزوج بك ولكن عندي شروط. قال لها شنو هما؟ قالت لي اول حاجه الصاله عمرها ما تخطاك، ثاني حاجه ريال ديال الحرام ما يدخلش لعندي للدار، كنفضل نعيش معاك بالماء والخبز وما ناكلش تاهم ديال الحرام. داك الضابط رجعت فيها روح وقال لها موافقه على الشروط ديال كامله. قالت لي باقي ما ساليتش. قالت لي قبل ما تزوج بيا 40 يوم بغيتك تحضرها كامله في الجامع، الصلوات ديال كامله، فاش تكمل هاد 40 يوم غادي نتزوج بك. الضابط فرح بزاف وقال لي انا موافق على الشروط ديال كامله، وبدا الصلاه ديالو من داك النهار. الغدي جاو عنده العشان ديالو باش يصحى كيف العاده، قال لهم لا نعيان، حشم يقول لهم انا وليت كنصلي. نهار الثاني الثالث الرابع الخامس والو مبقاش كيمشي معاهم، ولا السيد كل صاله كيحضر ليها وكيبان الامام باش يشوفو، حتى كمل 40 يوم كامله. والسيد كان فعلا شد الصاله، ماشي زعما بغى يدير لها خطره، هي ملي شافتو دار بحال هكا بغاتو حتى هي وارتاحت ليه. قبل ما يتكاتبوا بداو كيتفاهموا على الصداق. الوالد ديالها قال ليها انا ما عنديش مشكل، انا بغيت حاجه وحده، هي بنت الوحيده اللي عندي تهلا ليا فيها. قال لي كون هاني غادي نحطها فوق عينيا. قبل ما يتكاتبوا وياها قالت لي عندي الشرط الاخير ديالي، قالت لي نهار ما غاديش تبقى تصلي ولا ترجع للعاده ديالك القديمه غادي نطلق انا وياك. قال ليها صافي مشات. تكاتبوا وياها وكرا واحد السكنه وبدا كيفرش فيها بشويه بشويه. من بعد جاب المرا ديالو ليها، وهاد المرا كانت سبب باش تبدل الحياه ديال هاد السيد هذا اللي ولا من الفساد والحرام واحد الانسان اللي متقي الله وكيصلي. الريال ديال الرشوه ما كيشدوش قاعو، ما بقاش كيديرو في الفم ديالو، اكبت فيه حوايج لي زوينين بزاف. فين ما كيدخل كيصلي العشوة وياها، من بعد كيقراو شوية ديال القران عاد كيمشيو يناسو. دوز هو وياها عام، عام كامل ما تقل فيه حتى شي فاض، حيت كانت حاضية معاه ورادة معاه البال. هاد الضابط تبدل 90 درجة، الحي كامل من بعد ما كان كلشي كيقولها فيه خيبة ولا كلشي كيشكرو، حيت ولا كيتعامل مع بنادم بلا مقابل وما بقاش كيشد الرشوة. ما عاد من البلية من الشراب ما بقى كيدير حتى شي حاجة خايبة، وهادشي اللي غيبدا يجبد ليه مشاكل من بعد. حيت في الأول كان غادي على واحد السيستيم ديال كول ووكل، كان كيشد الرشوة وكيعطي الناس اللي فوق منه وكيخلي الباي ديالو. دابا ما بقى كيدخل والو، فيما كيدوي مع الشاف ديالو كيقول ليه صافي عفا الله ما بقيتش كنشد الرشوة. الشاف ديالو ما حملوش، كان مولف واحد الصالة كيدخلو حتى على غفلة تقطع عليه، كان ديما كيجي عند مراتو وطالع ليه الدم وتيعاود ليها كلشي. كانت كتقول لي شوف حنا غادي نشدو الطريق ديال الله سبحانه وتعالى، واللي بغى يوقع يوقع، مهم وانا معاك في اي حاجة وقعت. الضباط اللي خدامين مع هاد السيد كلهم داو فلوس كحلة الا هو، حيت كان كيشد الصالير ديالو وكان كيعيش بيه، اما الخوين كلشي عاطي غير الحرام. واحد النهار كان غادي البوست ديالو حتى كيتفاجئ بلي غادي يتحول لواحد المدينة اخرى، والمشكل ديال هاد الضابط كان مولف المدينة ديالو
وكان متاح فيها. المدينة اللي صيفطوا ليها كاينة في الشمال وبعيدة بزاف. جا عند ماتو كان طالع ليه الدم وما عجبوش الحال، قال له شنو وقع؟ صباتو قالت ليه لا بالعكس، يتخمشون بدلو هاد القنت هذا، المهم ونكون انا وياك ويكون الله راضي علينا. ملي قالت لي بحال هكا ارتاح بزاف، ما بقاش كيتسوق ليهم، قال لي داوها انا معاهم، المهم ومنشدو طريق الله. تحولوا لداك المدينة وكانوا عايشين بخير. الضابط قوة المعقول ديالو حتى شي واحد ما كان حامله يخدم معاه، حيت ما كيدخل ليهم والو وما كيقدرش يغمض عيني على شي حاجة لوقعت خارج على القانون، ماشي بحال شحال هادي. داكشي علاش ولاو كيلعبوا بيه بحال كرة ديال التنس، اي شاف كيمشي عندو ما كيحملوش كيطوعوا لشي قنت اخر. كان هاد الضابط مزير الصمتة، مطبق القانون ديالو فيما يرضي الله، ما كيتعداش وما كيظلمش، ولكن الا طحتي قدامه ما غاديش يعقل عليك واخا تعطيه 3 مليون ولا 4 مليون. من بعد 3 سنين ديال الزواج زاد عندهم واحد الولد، واحد الولد سموه محمد، وهذاك محمد هو انا. نهار تزاديت لقيت الوالدين ديالي صالة الدين، الوالد ديالي الله يعمه هذا، والشعب كامل كيشكو. كنا عايشين على قد الحال، وخا الوالد ضابط كنا عايشين بالصلاة ديالو على قد الحال. كنت فرحان بزاف يكون الاب ديالي ضابط، خصوصا ملي كان كيجي عندي للمدرسة، دراري كاملين كيبقاو يشوفوا فيا وكنحس بواحد الفخر كبير. داس الوقت وانا غادي وكنكبر، كان الوالد كيخلص عليا في المدرسة ديال الفلوس، كنا عايشين بخير فواحد السعادة كبيرة وخا ما عندناش بزاف ديال الفلوس، كان الوالد مسكين داير اللي في جهدهم هاللي فينا. مهم داس الوقت وصلت الإعدادي، كانت عندي تقريبا 13 عام. كان الوالد مسكين حدو كيدخل من الخدمة كنصليو وكيبدا يحفظ معايا، كان باغيني نقرا مزيان باش ما نتبعش الدومين ديالو، حيت هو اللي دوزو عارفني مع من غادي نخدم وخاف عليا لحتى انا نولي تابع طريق ديال الحرام. المهم كيف قلت لكم كنا عايشين بخير، حتى لواحد النهار تبدل كل شيء. الوالد حدو كيكمل الخدمة ديالو كيجي ديريكت للدار، ما عنده لا صحاب ما عنده مع قهاوي، كل شيء قلب عليه في خطر. ومن داك الرجل اللي قلت لكم كان شرير وما كيرحمش، الرجل المثالي، الصالة والدين والخدمة ديالو وريال ديال الحرام ما كيدخلهاش. واحد نهار الوالد قال لنا تقريبا مع 10:30 ديال الليل غادي نجي، وصلت 10:30 ل11 حتى 12 وباقي الوالد ما جاش. الوالدة عيات ما تعيط ليه، كيصوني التليفون وما كيجاوب حتى شي واحد. من بعد ولات كتلقى التليفون طافي، الوالدة تخلعت عليه بزاف وما عرفنا شنو غادي نديرو. بقيت جالس انا وياه كنتسناو وكنا خايفين. واحد شويه كنسمعوا الصوت ديال شي طوموبيل وقف قدام الباب، فرحت بزاف وعرفت الوالد ديالي جا وحتى الوالده ديالي ارتاحت. ولكن شويه بدينا كنسمعوا الدقان، الوالد كيحل بالساوت ديالو، ويلي شكون غادي يجي بهذا الوقت هذا؟ الوالده قالت لي بلاتي ما تحلش الباب، مشات وقفات ورا الباب وبدات كتقول شكون. جاب واحد السيد قال لها معاك الضابط عثمان. طلعت عليه من العين السحيه ولقاته لابس الكسوه عاد حلات ليه الباب. كانت الوالده واقفه وانا واقف حداها، وفي هذه اللحظه بالضبط حسيت بشي حاجه ماشي هذيك. دوا داك الضابط وقال لينا اخي بخبر تقدر تسمعو في حياتك، ان الوالد ديالي لقاه مقتول 3 ديال القطاسات، شكون اللي قتلو الله اعلم. الوالده ديالي مسكينه طاحت على كبيرة، كانت كتموت على الوالد، الوالد اللي بدل حياته كاملة على قبلها وكان محافظ عليها هاد المدة كاملة، وخا كان عصابي عمو ما حط يديه عليها. الوالدة بكات ولكن انا الدموع ما خرجوش ليا، حيت باقي ما استوعبتش داكشي اللي وقع. وجاب لي الله هاد الوالد غدا غادي يجي ولا في الليل، هادشي غتخابر اللي كيقولوا فيه. ما كملتش تقريبا الساعة الدار تفرقعات بالناس، الناس داخلين خارجين، وانا لحد الساعة دمعة ما خرجاتش ليا. كيجيو الناس كيسلموا عليا وكيعزيو فيا، ولكن عقلي ما كاينش معاهم، راسي مرفوع. ساعة ساعة كنت كنمشي عند الوالدة وكنقول لها واش بابا باقي ما جاش، حدي كنقول لها بحال هكا كتفرقع بالبكا، لا هي ولا الناس اللي كيكونوا جالسين معاها وكيسمعوني. كانت واحد السيدة طبيبة شافت هاد المنظر هذا وقالت لها ولدك خليه يمشي معايا. جات الغد ليه مع 9 ديال الصباح
وداتني عند شي طبيب كتعرفو، طبيب نفساني. بقيت معاه المدة ديال سيمانة وانا غابة على الوالدة، مبقيتش حاضر داك الاجواء ديال الموت والناس داخلين خارجين. بقى داك الطبيب معايا سيمانة كاملة وهو كيعالج فيا وكيوضح لي بلي الوالد مشى ومبقاش مازال غادي يرجع، وهادشي ديال الله سبحانه وتعالى وحنا خاصنا نرضاو بالواقع. المهم الطبيب دوز معايا النهار الاول، النهار الثاني، الثالث، وانا نتفاقع بالبكاء. فرحوا بزاف من اللي عرفوني بكيت، مبقيتش حابس داكشي كامل داخل ديالي حيت كانوا خايفين لي يطاطق لي شعاق قوة التخمام والعصاب. كملت غاب الدويات حتى وليت بخير. من بعد ما رجعت سيمانة لقيت والدة كتسنى فيا، عنقاتني مسكينة وكنشوف فيها حابسة الدموع، مبغاتش تبكي قدامي، كانت خايفة عليا. المهم بقيت عايش انا والوالدة كندوزو في العذاب، ماشي العذاب المادي حيت بقى كيدوز واحد لانتهية الوالدة، مكناش محتاجين الفلوس، ولكن العذاب النفسي. كنا ديما في الليل كنتسناو شي واحد كيدخل علينا، وكان الوالد ديالي من اطيب خلق الله، ضحك والنشاط كان كينسي الخدمه ديالو برا. بشويه بشويه بدينا كنتعايشو مع الامر، ما قدرناش نساو الوالد ولكن ما عندنا ما نديرو، هذه هي سنه الحياه. رجعت للمدرسه ديالي، ولات الوالده مسكينه هي الام والاب في نفس الوقت. كنت فيما كنسول على الوالد شنو وقع ليه، كانت كتخاف عليا بزاف وما كتبغيش تجبد معايا هذا الموضوع. دازت الوقت وكبرت وشديت الباك ديالي، شديتو بمعدل مزيان. ما كانش عندي شي هدف قدامي ولا شي حاجه كنت كنحلم نديرها ملي غادي نكمل القرايه ديالي، كنت كنقاو صافي. ملي شديت الباك دخت وما عرفت شنو غادي ندير. من بعد ما فكرت مزيان كملت القرايه ديالي وخديت الماستر. واحد النهار دخلت القهوه اللي حدا الدرب ديالنا اللي كنجلس فيها الاغلبيه ديال الاوقات ملي كيكون شي ماتش. مع دخلت كنلقى واحد راجل كبير كان جالس في القهيوه، مع شافني قال لي ولد حسن اجي ولدي اجي. مشيت عنده سلمت عليه، كان جالس هو واحد السيد اخر، قال لي كنت ولد حسن الضابط الله يرحمه. قلت له اياه. قال لي جلس حدانا ولدي شويه. قلت له مرحبا. قال لي انا صاحب الاب ديالك، الاب ديالك من اطيب خلق الله والناس كاملين كيقولوا فيه زوينه. بدا كيهضر مع داك الراجل وبقاو كيشكروا في الوالد بزاف. من بعد راجل اللي معاه قال ليها واش غادي دير، هذه هي سنه الحياه، كاع الناس الزوينين كيمشيو دغيا بقاو غير المكايب. قال ليه داك الراجل اودي الله ياخذ فيه الحق وصافي، هو اللي تعدى عليه. قلت ليه شكون هذاك الراجل؟ اللون ديال وجهه تبدل وقال لي لا لا والو ولدي، واحد المسؤول اللي كان خدام فوق الوالد ديالك هو اللي حولو لهاد المدينه هادي، وعارفين هاد المدينه دي فيها غير المكايب وفيها المافيات بزاف. مهم كملت معاهم الجلسة وراسي مرفوع، حدي خرجت من القهوة مشيت لعند الوالدة ديريكت. قلت لها شوفها الوالدة، دابا أنا كبرت وليت كنعرف كلشي، عاودي ليا بالضبط شنو وقع للوالد. قالت لي علاش باغي تعرف نتا دابا؟ قالت لي نتا خاصك دير في القراية ديالك، تمشي تخدم وتكون مستقبلك باش نزوجك. قلت لها الوالدة والله ما نتفاك معاك اليوم حتى تعاودي ليا شنو وقع للوالد، كان وعدك ما غادي دير حتى شي حاجه خايبه، انا راه بعقلي ما قدرتش ندير شي حاجه اللي تكعل لي الوالده ديالي. من بعد ما عرفاتني ما غاديش نتفاك معاها بدات كتعاود ليا، عاودت لي قصه الحب اللي كانت بيناتهم كامله وكيفاش حتى تزوجوا. ومن بعد بدات كتعاود لي على المعاناه اللي ولا كيلقى الوالد ملي دخل سوق راسو بعد من طريق ديال الحرام. هادشي كامل اللي عاودت لي الوالده ما كانت حتى شي حاجه كتبين شي سبب علاش مات الوالد. واحد النهار كنت شاد البيسي ديالي وكنقلب، مالي واحد الكونكور ديال الضباط وانا ندفع ليه، بيني وبينكم ما كنتش باغي نخدم فيه، كنت واخدها غير بالضحك. واي حاجه سبحان الله ما كتكونش فيها جدي هي اللي كتصدق. ما كاملاش تقريبا واحد المده اتصلوا بيا، مشيت لعندهم دوزت تقبلت في كل شيء. كملت معاهم واحد المده ديال القرايه بلا خبار الوالده، حيت كنت عارف الوالدة ما غاديش تبغيني نخدم من بعد داكشي اللي وقع للوالد. وليت ضابط سري، عاد قلتها للوالدة لا سمح لي بزاف خبيت عليك حيت كنت عارفك ما غاديش تبغي. في الاول عادت ولكن من بعد قالت يا ولدي ماشي مشكل انا متسامحه عليك. بديت الخدمة ديالي، الوالدة مسكينة عيات متوصي فيا باش نتبع الطريق ديال الوالد ونكون عزيز على الناس كاملين، ما نتعداش ويال ديال الحرام ما ندخلوش جيبي. داكشي اللي كان، كنت غادي على خطى الوالد،
كانوا ضباطة كيخرجوا بالزي الرسمي ديالهم، وانا كنت كنمشي ديما سيفيل. كنت عارف الخدمة ديالي مزيان شنو خاصني ندير. بحال واحد النهار كانت واحد الجريمة وقعت واحد الدب، واحد المرأة لقاوها مقتولة في الدار ديالها. خرجت مع الضابط اللي شد هاد القضية هادي، وبقيت كندور في داك الدب، الدب اللي وقعت فيه الجريمة. كنت كندور بحوايج عاديين، بعض المرات لابس شورت وصندرة ديال الصبع، وبعض المرات لابس حوايج موسخين. وكنت كنتخلط مع الناس اللي مزوقين على داك الجريمة، وكنبدا نقلقل في السوق، نسول هذا ونسول هذا، وكنبدا ناخد من عندهم خبرات. يا كيمشيو البوليس الناس كيبقاو يدويو غير بعضياتهم. سمعتهم كيدويو على السيدة اللي ماتت وباللي عندها فلوس كتيرة، وولدها خدام في شي بنكة في شي مدينة اخرى، كيجي عندها مرة في السيمانة. من بعد دورت في الدب كامل كنشوف واش كاينه شي كاميرا. لقيت مخبازة وحدة اللي دايرة كاميرا ملي مشيت عندو قالي ما خداماش. نهار الاول جاني قاصح بزاف، ما فهمت والو، ولكن مع الوقت بديت غادي وكنتعلم. هاد القضية هادي ما تحلش اللغز ديالها. دازت تقريبا شي 4 ايام عاودوا لقاو مرا عاوتاني مقتولة، وكانت تقريبا داك الحي اللي ماتت فيه الاولى. جاو قلبوا كيف العادة والو، ما لقاو والو. عيت ما نسول في الناس، كندور في الجناب ديال داك الحي حتى شي حاجة ما بينه. نفس الشي عاوتاني، هاد المرا حتى هي لاباس عليها وعايشة بوحدها في الدار. المرا اللي كيلقاوها مقتولة في دارها كيلقاوها مكشطة، ما كيخليو ليها والو. انا كانت المهمة ديالي هي ندور تما كنعرف شنو الجديد. وليت كندور ديما في داك الدب، وبديت كنسول في عباد الله، واش بالك شي واحد غايب ديت من الدب؟ شي واحد عمرك ما شتي وجهو؟ كلشي كان كيقول ليا لا لا ما شتي شي واحد. حتى الواحد الدري صغير اللي كانت عنده 7 سنين قال لي عمي كنت كنلعب في الزنقة هادي، ودخلت واحد المرا كانت لابسة كلشي كحل وهز قفة في يديها، وقيلا كانت كطلب خبز كام. كنت كنلعب انا والدراري شوية دارنا ما لقيناهاش. الراجل اللي كنت واقف معاه قال ليه سير تلعب، سير تلعب البهوش. دويت مع داك الراجل وقلت ليه علاش كتقمع فيها صاحبي، خليه يهضر. وليت كنهضر معاه وكنضحك معاه، الدراري عاود ليا كلشي. من بعد دورت معاه ومشى في حالاتو. لقيت اللي كنت غادي بانت ليا واحد المصبانة ملصقة واحد الكاميرا، كانت اونفاس مع الدب اللي توفات فيه المرا. مشيت عندو وخدمت الكاميرا، بقيت كنرجع بشوية بشوية، وفعلا بانت ليا داك المرا اللي كانت لابسة كلشي كحل، ما كيبانش الوجه ديالها من غير واحد الشابيل اللي كيبان صفا بلغة ديال العيالات. بقيت حاضي الكاميرا من بعد واحد 45 دقيقة عاودت خرجات داك المرا، وكانت زبانة في المشي ديالها. صراحة دخلت ليه الشك. الكاميرا كانت مساحة مع الشارع كامل، بقيت تابع داك الشارع كامل وكنسول في الناس. بانت لكم واحد المرا كطلب خبز كام ولابسة كلشي كحل، الوجه ديالها ما كيبانش، كلشي تيقول لي لا ما شفناهاش لا ما شفناهاش. المهم عيش ما نقلب والو، الاثار ديالها ما كاينش. القضيه غدا وكتكبر، ماتوا دابا شي 3 وباقي ما جبدوش القاتل. يعني الناس اللي ساكنين في داك الاحياء كلشي ولاو مخلوعين. والغايب في الامر ان كاع العيالات اللي ماتوا تقريبا في حي واحد، غا هما الزناقي اللي مختلفين. العيالات ولاو في الديور ديالهم وشدهم الموت ديال الخلعه. دازت تقريبا شي 15 يوم على هاد الجريمة اللخا، حتى لواحد النهار دخل واحد داير الكوميسارية وكان كله كيتاعد، الوجه ديالو صفا وكيغوت وكيقول كلمة وحدة، أمي مشات، أمي قتلوها. مفهمنا والو في داك اللحظة، كلشي ناض مضعوق. ناض عندو الشاف ديالي وبدا كيهدن فيه. عرفنا من الهضرة ديالو بلي السيد مدير ديال البنكة، ومخلي أمو عايشة بوحدها في الدار، وكيجيب لها الشهية ديالها، وأي حاجة خصها تكيعطيها ليها. حتى لواحد النهار كيتصل بها ما كتجاوبش، تخلى عليها بزاف ملي مشى للدار لقاها مدبوحه، الذهب والفلوس ديالها كاملين ما كاينينش. ملي عرفنا الحي اللي ماتت فيه هاد السيده هادي كلشي تضحك، وعرفنا ان القاتل واحد، حيت نفس الحي تقريبا ونفس الطريقه اللي ماتوا بها كاع العيالات. كيف العاده خرجت بوحدي ومشيت لداك الدب، وبديت كنسول شكون اللي بانت لي واحد المراه لابسه كلشي كحل وهزه واحد القفه وكطلب خبز كام. تا واحد ما شافها من غير واحد مول جافيل، مول جافيل كيبيعو غير بالديطاي وعندو غير كروسة. قال لي خويا شفته واحد المرا مسكينة كانت كطلب، دازت الصباح من هنايا وملي كنت غادي في حالي بانت لي دخلات المقبرة، 100% كتمشي للمقبرة تطلب. جاو البوليس وبداو كيحقو في داك البلان، تاونات الدنيا في داك الحي، قاع الناس اللي ساكنين في الدوبة الخوين كاملين تجوقو، ولات واحد الجوقة كبيرة. انا كنت واقف وكندور وكنشوف البنادم في الوجه ديالو،
من بعد تقريبا شي 10 دقائق كيبان لي واحد خونا واقف لابس سواد جين وضارب قميجة، ولكن في الرجلين ديالو كان لابس بلغة صفرا، نفس البلغة اللي شفت في الكاميرا. جبت التليفون وتحققت من داك الفيديو، حيت كنت لابس عادي ولابس غاس نظارة ديال الصباع حتى شي واحد ما رد لي البال. مشيت وقفت حداها، كان كيهضر مع واحد السيد وكان كيسول شنو واقع هنايا. كان باين مخلوع حيت ساق الخبار بلي البوليس كيقلبوا على شي وحده لابسه الكحل. بدا كيقول لي مش بالصحة شي ما هي اللي كتقتل؟ قالوا لي واحد المراه لابسه كلشي كحل. حدي سمعته كيسول بحال هكا تاكدت بلي هو مول الفعله. رجعت اللورد ويش مع الشاف ديالي في تليفون وقت يجي عندي دابا. ما جا عندي الشاف ما وقفت عندك خونا. السلام عليكم، لاكارت ديالك؟ قال لي لاكارت ما هزاش معايا في المحل. قلت لي فين عندك المحل؟ قال لي انا عندي المحل غير هنايا، كلشي كيعرفني. شويه وقف الشاف ديالي وزينا معنا، بدينا كنحقو معاه. شفت شي واقف كدير تماك؟ قال لي بحالي بحال كاع الناس، وقعد جاي موجي كنشوف شنو واقع. قلت لي فين خدام والتوقيت اللي كتخدم فيه؟ قال لي عندي محل ديال تبقالت، كنحل الصباح وكنسد تقريبا مع الوقيته ديال الظهر، كنمشي نصلي ونتغدى ونعاود نرجع نحل عاوتاني. كاع الجرائم اللي وقعوا كانوا كيوقعوا مع الظهر، حيت هاد الوقيته هادي كتكون الدنيا خاويه، الناس كاملين كيتغداو. حدو قال لي بحال هكا الشاف ديالي بقى كيشوف فيا. قلنا ليه ومع من كتغدى؟ قال لي انا مع واحد الصديق ديالي. قال لي الشاف ديالي ماشي مشكل، يلا معنا المحل ديالك دابا. مشينا معاه حتى المحل، حدو حل بالساوت، رجعنا للور دخلنا قلبنا المحل كامل، وهنا كنلقاو القفة. حلينا داك القفة لقينا في داك الخمار اللي كيلبس، وعرفنا هاد الميكروب هو القتال اللي كنقلبو عليه. عاودنا رجعنا للكوميسارية، جوج ديال الصافقات اعترف بكل شيء. قال لينا انا خدام وكيجيو عندي العيالات، كيبداو يعوضوا بعضياتهم، فلان عنده الفلوس عنده الذهب وعايشه بوحدها. كنت ديما كنجمع الخبرات من عند العيالات، واللي كنعرف عايشه بوحدها كنمشي لعندها. الميكروب كان كيوصل قدام الباب ديال الضحيه وكيبدا يرقق الصوت ديالو بحال شي ما شافه. عافاك لالا، انا طالبه ضيف الله. وراكم عارفين العيالات كبار كيكونوا حنان شويه، تتقول لها مرحبا داكشي اللي عندي نقسمه معاك. لما مسكينه على نيتها كتدخل تجيب ليها ما تاكل، حدا كتعطيه بالظهر كيغفلها وكيضربها، ما كطيح اللاط كيدبحها، كيقلب لها حويجه كاملين وكيدي لها كاع داكشي اللي عندها. ومن بعد كيمشي في حالاته ويمشي للمقبره عاوتاني يبدل الحويج ديالو ويرجع للمحل. نسيت ما قلت لكم اللقطه الاولى، وانه فاش كيخرج من المحل كيخرج هاد الزغال قفه عادي، حتى شي واحد ما غادي يشك فيه. كيمشي لجهه المقبره وكيلبس اللبسه ديالو وكيخرج من تماك بحال شي طلابه. كيمشي ينفذ الجريمه ديالو كيخون داك الذهب كامل وكيعاود يرجع عاوتاني للمقبره، يحيد الحويج ويرجع يكمل الخدمه ديالو. هنا تفك اللغز ديال المجرم هذا، والناس كاملين تصدموا ديال الحي، حتى شي واحد ما كان كيتوقع الحسين مول الحانوت يكون قتال بحال هكا. ملي تحلت هاد القضيه هادي كلشي ولا كيهضر عليا، فلان اللي باقي الله بادي هو اللي حل اللغز ديال القتال. الشاف ديالي قال لي تبارك الله عليك. داس الوقت وبقات هادي هي الخدمه ديالي. تبارك الله حتى من الصحه كنت صحيح. كان واحد خاينه بزناس في الدهب، عياو ما يجيو معاه والو ما قدروش يشدوه. كتوصلهم الخبر بلي داك البزناس راه كاين في الدار، ولكن ملي كيمشيو ما كيلقاو والو. السيد كانوا عنده شي براهش عندهم تليفونات، حدهم كيشوفوا الحناس داخلين كيعيطوا ليه. خديت التصويره ديالو وعقلت عليه مزيان، لبست واحد جلابه مقطعه وليت كنبان مهشكره ديال بصح، حتى من واحد اللحيه ديالي ما بقيتش كنحس انا كاع. هات الميكروب خاصو يتشد في اقرب وقت، حيت ناض علينا الصداع ديال بصح كيبيع الحشيش وزايده بالدساره ديالو، وحد نهار هرس 30 طوموبيل والناس ديال الحي كاملين كيتشكاو. دازت مع الشاف ديالي وقلت لي انا غادي نجيبو ليك، تسناوني في طرافيك حتى نعيط ليكم. طبات على واحد القفه وبديت كندور في داك الدب، عارف الدار ديالو فين ساكن وعارف حتى هو فين كيوقف. هات الميكروب كان حاضر راسو مزيان، الا بات لي طوموبيل عادي دايزه من الدب كيغبى ما كيتيق في حتى شي واحد. المهم دخلت لداك الدب وبقيت كندور فيه، فيما كيبان لي شي طارو كنمشي ندور حداها وكنجمع في الخبز كام. واحد شويه كيبان لي هابط من دارهم، دار فوقيه وها الشوط، شاد في يديه جوان وقهوه كحله. جلست قدام العتبه ديال بابهم وحاضي مزيان. المهم انا ما تسوقتش ليه، دست من حداها ودات ما على بالي بوالو. بقيت غادي كنقلب خبز كام
شويه طلعت عليا واحد المراه من الموبيل ديالهم، قالت يا امو الخبز كام هاكاك واحد ميكا هاك. قلت لها الله يرحم الوالدين وتميت راجع. الوقيته اللي وصلت حداها ضربته بواحد البوطي الفم ديالو مع تنشاف لاد تكيتو على كاشو ودات ليه المينوط. عيطت للشيف ديالي اللي ما فهم والو، هزينا عاوتاني وكيف العاده كلشي بدا كيشكر فيا. الشاف من اللي عرفني بحال هكا بدا كيقربني ليه بزاف. واحد النهار كنت ندوي انا وياه وجبدت معاه الهضره على الوالد. من اللي عرف الوالد ديالي هو حسن تصدم، قال لي والله ما كنت كنصاحب باك، كنت كنصاحب غير الكنيات بحال بحال. قال لي الاب ديالك كان خدام مع الشاف اللي فوق مني انا، بقى لي تقريبا شي 3 سنين وغادي تقاعد، اكبر ميكروب كاين عندنا في هاد الولايه. كانوا في البال ديالي بزاف ديال الاسئله، ومن بينهم شنو هو المشكل اللي كان عنده مع الوالد، ولكن ما بغيتش نساب بزاف. كنت قالب وجهي وما كندويش على الوالد بزاف، لدرجة حتى شي واحد ما كنعرف الوالد هو حسن العماري. كنت كنكون واقف مع بزاف ديال الضباط وكنسمع فيهم كيدويهم اللي كيسمعوا السميه ديالي، تيقول لي فكرنا غير في حسن العماري الله يرحمه في هاد النهار. سولت واحد الضابط وقلت ليه شنو وقع لهاد السيد هذا؟ قال لي السيد كان اكبر سكير ومخلويد الشيوي، كاع المصائب كانوا مجموعين فيه. تزوج بواحد السيده تبدل 180 درجه، السيد ولا عاطي الصلاه والدين مبقاش كيشد ريال ديال الحرام، ولكن قتلوا شي ولاد الحرام وما عرفناش شكون هما. خليت القضيه بحال هكا وما قلتش ليهم حسن هو الوالد. في الاول قلت لكم بلي دخلت للبوليس غير بالضحك، بيني وبينكم غير كنت كنكذب على راسي. انا دخلت باش ننتقم للوالد وباش نعرف شكون اللي قتل لي با. باش نوصل لهاد المجرم وننتقم منه خاصني ناخذ الثقه الكبيره، والثقه الكبيره غادي ناخذها بالخدمه. الوالده ديالي فيما كنجبد مع الموضوع ديال الوالد كتقلب ستات سعود، ما كتبغي تقول لي والو. كيف كتعرفوا الام كتحس بزاف وكتعرف ولدها علاش كيخطط. واحد النهار جانا تليفون شي واحد كيعيط، واحد السيد مليوح مقتول في واحد الغابه. مشينا كنجريو داك القنت، لقينا السيد ملوي في واحد ليزار وكله دمايات، كان مضروب في الكاش ديالو شي 3 ديال الضربات. قلبنا الجيب ديالو نشوفو واش عنده شي لاكارت ولا تليفون، ما لقينا والو. جا الطوموبيل ديال شريح طبي ودينا وخدينا البصمات ديالو، عرفنا السميه والكنيه ديالو، وعرفنا ان المرا ديالو دار واحد المحضر كتقلب على راجلها. عيطنا على داك المرا وحضرناها لعندنا، شافت وتعرفت عليه وشحال وهي كتبكي، لدرجة مسكينة سخفات وما قدرتش تكمل. زينا في لومبيلونس السبيطار بقات يومين وهي مغيبة، ما كتقدرش تهضر معانا كاع. بقيت كنتسنى فيها حتى فاقت على خطأ، ومن بعد بيت كنسول فيها، قلت لها عاودي ليا كلشي شنو واقع. قالت لي حنا عايشين في هولندا، حنا جينا غير عطلة واحد السيمانة وغادي نرجعو، كاينة واحد الباطمة قريبة للبحر باش ندوزو في هاديك 5 أيام. نهار الأول التاني مع المغرب قال لي أنا غادي نصلي ونجيب معايا شي حاجة ونجي. صافي أنا بقيت كنوجد في العشاء، وصل المغرب السيد ما بانش، كنعيط ليه في التليفون ديالو ما كيجاوبش. بقيت كنتسنى شحال وكنقول يقدر يكون تعطل في القهوة ولا في شي حاجة. ملي وصلت 11 ديال الليل تخلعت بزاف، وخصوصا كاين غير انا وولدي اللي باقي صغير يلا عنده عام. قلت انا تخلعت بزاف، عيطت لدارنا وقالوا لي مشي نديكلاي، وداكشي اللي درت. الوالدين ديالو اللي في هولندا ما كليهم والو، ما بغيتش نخلعهم حتى نتاكد ونعرف شنو واقع. خدينا الاقوال ديالها كاملين. اخر مره شفت راجلها مع المغرب، المغرب داك الساعه كان كيأذن مع السبعه. الجود تم اللي دينا لمركز التشريح الطبي قالوا لينا بلي السيد مات مع 5 ديال العشيه. العلم طور بزاف، ولاو كيشوفوا الجود كيعرفوه معاش مات ويعطيك الوقت مضبوط. كان الحل ديال هاد الجريمه سهل بزاف. مشيت لعند مات هاد الولد هذا وشفت عندي الكوميساريه، قلت لها قلتي بلي راجلك اخر مره شتيه مع المغرب والمغرب كيأذن مع 7 قسمين. قالت لي هو هذاك الوقت، انت واش متاكده؟ قالت لي اه. قلت لها ولكن في التقرير الطبي عندنا بلي راجلك مات مع 5 ديال العشيه. حديك قلت لها بحال هكا ولات كتدخل وكتخرج في الهضره. قالت لي ما بقيتش عاقله وقيله الخمسه. قلت لها الناس ما كيبقاوش عاقلين بربع ساعه بقسمين، ماشي بساعتين ديال المكانه. السيده دعقات ولات كتدخل وكتخرج في الهضره، قالت لي انا ما درت والو، ماشي انا اللي قتلته، وما بقاتش باغا تهضر مازال. قلت لها واخا ماشي مشكل، عطينا التليفون ديالك. عطاتنا التليفون وديناه للبحث حتى هو. شفنا اخر مكالمه دوات معاهم، لقيناها كدوي مع واحد النمره بزاف، واحد النمره ماشي ديال راجلها وما ديال حتى شي واحد من العائله ديالها.
ملي اتصلنا بداك السيد لقيناه واحد الولد جبناه حتى هو عندنا. سولناه واش كتعرف فلانة؟ نكاو قال لنا عماني ما شفته في حياتي كاع. الصدمة الكبيرة هي ملي قلبنا التليفون ديالو لقينا فيديوهات هو وياها، فواحد الفيديوهات ما فيهم ما يتشاف. مصيبة كحلة. شديت الفيديو وريت ولدك البنت وهي تفاقع بالبكا. قلت لها دابا عاودي لي كلشي من الزيرو. قالت لي هاد الولد سميتو عدنان، كنت كنعرفو لمدة ديال 7 سنين، بقيت انا وياه في لافاك وكنا مواعدين بالزواج. واحد النهار الوالدة قالت لي ها ولد اختي بغى يتزوج بيك. قلت لها لا ما بغيتش. الوالدة شبعت فيا معيوه وقالت لي الا ضيعتي هذا خاصك العصا، السيدة عايش في هولندا وغادي تهلا فيك، شنو بغيتي مازال؟ قلت لها عطيني واحد يومين فكر ونرد عليك. داكشي اللي كاين. داك اليومين مشيت عند عدنان ودويت معاه، تيجي لدارنا دغيا هضرنا بغيني يزوجوني بولد خالتي. عدنان قال لي الا بغيتي تزوجي غير سير الله يسهل عليك، انا باقي بعيد وباقي ما جمعش راسي. ملي شفتو قال لي بحال هكا صافي خليته وتزوجت بولد خالتي. ولد خالتي اللي دار كلشي على قبلي، دار لي عرس مفرقع وداني معاه لهولندا. دوزت ثانويات تقريبا شي عام تماك. من بعد رجعت للمغرب. رجعت للمغرب لقيت عدنان خدم في واحد الخدمه زوينه. ملي عرفني جيت ما عرفتش كيفاش دبر على النما ديالي وقال لي بغيت نشوفك. قلت لي لا مستحيل، انا دابا ما مزوجه ما قدرش نجي عندك. صيفط لي هذا الفيديو هذا اللي كنت مصور انا وياه ملي كنا باقين في الكليه وقال لي الا ما جيتيش غادي نصيفطو لراجلك. انا خفت من الراجل ديالي خصوصا انه من العائله ديالي، انه يشوهني ويتفارق معايا. ومشيت لعندو بقيت كنهضر معاه شحال، ومن بعد مشيت معاه لدارهم. ومن داك النهار رجعت العلاقه ديالنا كيف كانت في الاول. كان كيبكي وكيقول لي صافي تفارقي معاه، انا دابا خدمت وندمت حتى خليتك تزوجتي بيه، انا نتزوج بيك من غدا. قلت لي اسمح لي ولكن ما نقدرش، السيد كيتعامل معايا مزيان وعاد زيد من العائله ديالنا، شنو غادي نقول لوالدي ولوالديه؟ عدنان كان معصب بزاف وقال لي الا ما بغيتيش تزوجي بيا غادي ندير لك شي شوهه خايبه والله حتى نوري الفيديو لكل شيء. المهم بقينا بحال هكا حتى وصلت الوقيته ديالي ومشيت لهولندا عاوتاني، وبقى كيهضر معايا حتى تماك. من بعد ما لقينا حتى شي حل لهاد العلاقه اللي بيناتنا طلبت راجلي وقلت ليه باغي نرجع للمغرب، راني مليت وعييت. قال لي صافي اللي بغيتي. جيتو لهاد البلاصه هادي وكنت متفقه مع عدنان باش يجي لعندي. مع داك العصا تقريبا عطيتو واحد كاس ديال لاتاي يشربو هو ينعس الراجل ديالي. من بعد عيطت لعدنان جاب واحد الكابل والوهلي على العنق ديالو، قشو حتى مات. جمعناه في واحد ليزار وداه في الطوموبيل ديال بواه ولاحو في واحد الغابه. كنا ناويين انا وعدنان غادي نقتلوهم اللي دوز شي عام تقريبا، غادي ندي معايا عدنان لهولندا ونتزوجو ونعيشو حياتنا. بقيت كنشوف فيها عماني ما شفت شي خبت بحال هذا. قلت لها ما نكذبش عليك بغيت ندفليك على وجهك، ولكن حتى ديك الدفله ما تستاهلهاش. اللغز ديال الجاي ما تحل بالذبه، ضربوهم زوجهم بالمؤبد. من بعد تقريبا شي 15 يوم صدمنا بلي هاد السيده انتحرت. البنات اللي كانوا معاه في السيلون قالوا لنا ما كانتش كتشوف النعاس كيفاش داير، كانت كتحلم براجلها كيوقف عليها يوميا يوميا، كتنوض كتغوت بحال شي مسطيه. حتى لواحد النهار قشرت راسها وانتحرت. هذه الانسانه الوحيده اللي ما بقات في حتى شي واحد وكلشي بغى فيها الخدمه، حتى من والديها فرحوا بزاف ملي عرفوها انتحرت، حيت داكشي اللي دات ما كيتغفاش. دوزت تقريبا شي عامين اخرى وانا في الخدمه، وكاع القضايا اللي كنت كنشد كنت كنغيزهم. وليت واحد العنصر اللي مهم بزاف داك الولايه. السيد اللي كان شاف ديال الوالد ديالي بقى لي عام واحد وغادي تقاعد. قلت مع راسي هذا هو الوقت المناسب باش نعرف شكون اللي قتل الوالد ديالي ونتاقم منه. بحكم الخبره ديالي والخدمه ديالي دات بزاف ديال المعارف داك الولايه، وبديت كنبحث في داك الدوسي ديال الوالد. واحد السيد خدام معنا في الولايه رجع لارشيف وجاب لي الدوسي. يلا بغيت نخدم عليه حتى كيوقف عليا الشاف الكبير. الشاف اللي قلت لكم هو اللي كان شاف على الوالد وما بقى ليه والو غادي يتقاعد. دخل عندي بواحد الطريقه اللي خايبه بزاف، مع العلم ان السيد كان كيتعامل معايا مزيان. ملي عرفني باغي نبحث في هاد القضيه هادي ونفس الكنيه عرفني انا ولدو، حيد لي الدوسي من يدي وقال لي واش انت مريض ولا شنو؟ حنا غادي نخليو دواصل للناس واقفين عليهم دابا ونرجعو لدواصل اللي دازت عليهم مده طويله، ماشي غير حيت الامر كيتعلق بالوالد ديالك دير ما بغيتي. قلت لي صافي ماشي مشكل. خدم من عندي الدوسي وخرج من داك البيرو، ولكن الطريقه باش دوا معايا كنت عارف
أنها تخون عنده شي علاقة بالموت ديال الوالد. داي مسكين اللي جاب لي الدوسي وقفوه 3 أيام. مشيت عند الشاف ديالي ودويت معاه وطلبته باش رجعو الدار يخدم، وكملت الخدمة ديالي عادي. من بعد رجعت للدار بقيت جالس وكنخمم. الوالدة حاطة لي العشاء وأنا العقل ديالي مرفوع. سولتني الوالدة مالك ولدي شنو واقع؟ عاودت لها الفيلم اللي وقع لي مع هاد الشاف هذا. حد عرفت سميتو قالت ولد الحرام. قلت الوالدة علاش قلتي بحال هكا؟ فين كتعرفيه؟ بقات ساكتة شحال وقالت لي هاد ولد الحرام هو اللي كان محارب مع الوالد ديالك. كيف قلت لك الوالد ديالك كان ما كيفرقش ما بين الحلال والحرام، كان خدام مع هذا كيجيب العشوة وكيقسم هو وياه. ملي الوالد ديالك تاب وعفى عليه الله هاد الميكروب ما تساطرتش ليه، ولا كينتقم منه بالعاني باش يرجعو عاوتاني يشد العشوة، وبسببه هو حولنا للشمال. عرفتي علاش حولنا للشمال؟ حيت تما كاينين المافيات وكاينين المشاكل بزاف. الوالد ديالك الحمد لله تاب توبة نصوحة، مبقاش كيتسوق وما كيخاف من حتى شي واحد. دوزنا تقريبا في الشمال شي عام ونص، من بعد عاودو حولونا عاوتاني. من بعد ما كان وقع شي مشكلة ما عرفتش ديالاش، حيت باك ما قال لي والو. المهم راسي ضرني ديال بالصحة وما عرفت شنو غادي ندير. بغيت نعرف غير المحضر ديال الوالد شنو فيه وداك الدوسي، والو ما عنديش كيفاش ندير حتى نوصل ليه، خصوصا الاخر فوق من الشاف ديالي، يعني هو اللي كيتحكم في كل شيء. حاولت نقلب وجهي ونتسنى بشويه بشويه، المهم داكشي اللي بغيتو غادي نوصل ليه. واحد النهار كنت خدام جاتنا قضيه اخرى، قوه القضايا اللي ولاو كيجيو ما بقيت كنثق في حتى شي واحد، مرضت في حياتي. سمعوا القضيه اللي جاتنا عاوتاني كيفاش دايره. واحد السيد جاي عندنا الكوميسارية كيبكي وكيقول لنا بغيتكم تمشيو معايا دابا، مرتي داخله مع واحد لواحد الدار. زيناه معانا ومشينا ديريكت للدار اللي قال لينا. بدينا كندقوا في داك الباب ما بغى يحل لينا حتى شي واحد. بقينا كندقوا شحال من بعد حلينا واحد الراجل، واحد الراجل لحيا لابس واحد فوقيه بيضاء وكيبان فوج وراه ود الناس. دخلنا للدار وقلبناها مزيان، شويه كنلقاو المرا مخشيه تحت الناموسيه. خرجنا من تماك وديناهم الكوميسارية عندنا، وتصنت ليا مزيان القصه ديال هاد المكاريب حتى هما. هاد السيد مزوج فهاد المرا هادي 18 عام ديال العشره بيناتهم، مزوج بها باقا صغيره يلا عندها شي 18 عام. دوز هويا 18 عام خرا ولات عندها 36 عام. واحد النهار كيف ما كيقولوا تخطات شي حاجه ولات كطيح. هما ما كانوش عارفين هادشي في الاول. هاد الراجل مسكين كان كيتسلف ويتكلف ويدي عند الاطباء، الطبيب اللي كيدي عنده تيقول لي ما عنده والو، ما خلافين دوز ليها والو، باقا الحاله هي الحاله، فيما كيوصل ليه كطيح ليه. راجل مسكين كيموت على الماء ديالو وكان باغي يدير اللي في جهده باش ماتو تعالج. المهم شي ناس قالوا ليه بقات لك الرقيه ديال ماتك وغادي تعرف شنو كاين. صيفطو عند واحد الراقي كيمشي مدينه اخرى بعيد شويه على المدينه اللي عايشين فيها هما، وبالفعل هز ماتو في الطوموبيل وداها ديريكت لعندك الفقيه. الفقيه شده بدا كيقرا عليها قدامو، السيده فعلا طاحت وكان عندها شي مس، والسيده بصح مخطيه شي سحور. من بعد ما قرا عليها مزيان قال لي السيده عندك هاد الشفاء معشش وخاصنا نقراو عليها مزيان، نهار واحد ولا يومين ما غاداش تكفي، خاصني تقريبا القليله واحد 12 يوم متابعه باش يلاه نقدر نعالجها. الراجل بدا كيهضر مع الفقيه قال لي والله ما كرهت ولكن ما عنديش كيفاش ندير، انت كتشوف انا خدام والخدمه ديالي ما يقدروش يعطوني كونجي حيت يلاه خديتو. الفقيه قال لي ماشي مشكل، نقدر ندي بلاصه عندك للمدينه ونسكن في شي بلاصه قريبه ليك، ونولي كل نهار نجي نلقى عندك في الدار، وماشي مشكل الخلاص اللي عطيتيني انا قابل عليه. الراجل فرح بزاف وقال لي الله يجازيك بخير، عماني ما ننسى الخير ديالك. قال لي بالعكس ما تقولش بحال هكا، حنا كنديرو هادشي لله سبيل الله، كون كان عندي شي مصدر ديال الرزق اخر ما ناخذ من عندك حتى ريال، ولكن الله غالب. المهم الراجل اتفق مع الفقيه وقال لي غدا ان شاء الله غادي نجي نجيبك. الفقيه قال ليه بلا ما تبسط راسك، غدا ان شاء الله غنضي شي مسائل ديالي وغادي نجي حتى لعندك. عطاه الفلوس باش يجي لعندو ورجع هو وماتو. هاد المرا والد مع ثلاثة ديال الولاد، الولد الكبير فيهم عنده 16 عام. جا الفقيه وبدا كيقلب على شي سكنة فين غادي كي تماك وما لقاش والو. الراجل قال ليه صافي بلا ما تبقى تقلب على سكنة، انا غادي نعطيك واحد البيت عندي في السطح بات فيها 12 يوم هادي بما تعالجات المرا ديالي. قال لي صافي الله يجازيك بخير. الراجل تاوا عماني ما شفت شي دمدومة بحال هذا، كان كيمشي للخدمة ويخلي الفقيه بوحدو في الدار، كان يوميا كيلقيها
هادشي اللي كان كيصحاب لراجل. اما هو السيد كان كيتسنى الدراري حتى يمشيو للمدرسة وكيختالي بالماء بوحدهم والشيطان كيلعب عليهم. بقاو بحال هكا لمدة ديال 12 يوم. بصح الماء تعالجات وما بقى عنده والو. الفقيه قال لي انا غادي نمشي فحالاتي دابا. عطاه شي بركة ديال الفلوس وشكرو وبس ليه راسو مشى فحالاتو. ولكن في الحقيقة ما مشاش الفقيه. الفقيه مشى قلب على واحد السكنة اللي قريبة ليهم وكرا فيها ولا كيتلاقى مع الماء يوميا. الماء اللي ولات حتى هي مزعوطة في الفقيه ما بقاش كتفاك معاه. ولات في الصباح كدي ولادها للمدرسة وكتمشي عند الفقيه تبقى معاه ساعتين ولا ساعة ونص وتعاود ترجع لدارها. واحد الناس كيصليو العشاء مع راجل شافو ماتو واحد الصباح داخل لداك الدار وعيطوا عليه وقالوا عليه. السيد ما تاقش في الاول قال لي واش متاكدين؟ قالوا لي راه حشمنا نقولوا لك الهضره هذه، ولكن دابا هذه تقريبا هي السابعه في الخطرات اللي كنشوفوها داخل عنده. قالوا لي ولا ما تقتيش يلاه معنا وغادي تشوف. وداك الشيء اللي كان الغد ليه مع سعود قال لماتو انا غادي للخدمه. تلاقى مع صحابو بقاو جالسين في القهوه وحاضينه. شويه خرجت جوج ديال الولاد الصغار داتهم المدرسه. ملي كان طاش عمه مشات للدار دخلت عند الفقيه وجا كيجري عند البوليس. ضربوا الفقيه بسبع سنين ديال الحبس والما ضربوها بثلاث سنين. تخيلوا معايا في المحكمه ولدها اللي عنده 16 عام كيبكي وكيقول لها انتي ماشي ماما، انتي يا ماما مسخه ما كنحملكش. الناس كاملين اللي كانوا كيشوفوا في داك المنظر كيبكيو. ضيعت ولادها ودارها وضيعت اسره على قدها. بحكم الخدمه ديالي كنت كنشوف شي قضايا كيف قلت لكم كيعدفوني في حياتي. ما كتبقى تثيق في حتى شي واحد. وانا اللي زعما من هنا لقدام ناوي نتزوج واللي تخيف غير من جنابي. اللي كان كيسالي معايا بزاف هو ملي كنشوف راجل مهلي في ماتو مزيان وكتغدر. كانوا كيجيبوا لي التمام. واحد النهار كنا خدامين جات واحد المرة دارت بلاغ راجلها غبر من الدار 24 ساعه ما بانش والتليفون ديالو طافي. تقريبا في نص النهار جا واحد السيد اخر كيقلب على الزوجه ديالو حتى هي غبرت 24 ساعه. ملي بحثنا مزيان في هاد القضيه لقينا هاد الناس هادو كيعرفوا بعضياتهم. لقيناهم بجوج وبداو كيدويو. قلت لي واش ما شفتيش سي محمد؟ راه من البارح ما بانش. عيطت العائله ديالو والو الاثار ديالو ما كاينش. قال لي لا ما شفتوش. قال لي هادشي راه غريب حتى انا ماتي تقريبا 24 ساعه ما بانش نفس التوقيت اللي غبا فيه راجلك. انا بدا كيدخلهم الشك ياك ما كاينه شي علاقه بيناتهم وهابو بزوج. المهم بحثنا مع السيده مزيان وبحثنا مع راجل حتى هو. قلبنا الدار ديالو ما فيها والو حتى هي دارها ما فيها حتى شي حاجه. دازت تقريبا سيمانه وحنا كنقلبوا والو الاثار ديالهم ما كاينش. كتعيط العائلات ديالهم كاملين تيقول لك اخر نهار شفناه فيه هو النهار اللي غبا. غبا لا هو لا التليفون ديالو. البوليس كانوا غاديين يتسطاو. العائلات ديال هاد الناس ما خلاو ما داروا والو الاثار ديالهم ما كاينش. عينا ما نقلبوا فهاد القضيه هادي والو حتى شي خيط ما بان لينا. حتى لواحد النهار جا واحد العساس باغي ديكلاي. تلاقيت معاه في الباب. مالكيك لاباس؟ قال لي بغيت نديكلاي. قلت لي دخل. دخل عندي كان كيتاعد. قال لي كنت خدام غارديان في واحد الشارع. واحد النهار وقف عليا واحد السيد بالطوموبيل وقال لي واش تبغي تخدم معايا؟ قلت لي فاش؟ قال لي غادي تحضر لي الفيلا ديالي وغادي ندير لك الصالير ديالك وتولي تبات عندي. قلت لي مرحبا. ركبت معاه في الطوموبيل ديالو ومشيت معاه للفيلا. الفيلا ديالو تبارك الله كانت كبيرة وما غاديش نقدر نحضيها بوحدي. داكشي علاش كان خاصني ضروري ندبر على شي كلب. من بعد تقريبا سيمانة ديال الخدمة دبرت واحد المجحوم. داك الفيلا كانت خاوية. كنت خايف غير على واحد البولات كانوا زوينين وواحد الورد اللي كان زارعو في داك الجردة ديال الفيلا. داكشي علاش جبت كلب باش في الليل نتهنى. دوزت تقريبا يومين انا وداك الكلب في داك الجردة. الكلب ما كانش كيسكت من النباح. كان كيمشي ديريكت لواحد البلاصة في الجردة وكيبدا يحفر برجليه. كنت كنشدو كنربطو وكنسلخو حيت غادي يخسر ليا الجردة ديال مولاها ونولي غارم عليه وبين خاسر عليها فلوس صحيحة. حدي كنطلق الكلب كيعاود يمشي لنفس البلاصة وكيبدا يحفر فيها. ربطتو الليل كامل وما بقيتش طلقتو. الغد ليا مشيت تقديت واحد الخضيرة وبديت كنطيب واحد الطاجين. كنت نطلق هاد الكلب هادي يرتاح شوية. مع طلقتو مشى لنفس البلاصة عاوتاني وبدا كيحفر فيها. هنا ضاني راسي. قلت كاينه شي حاجه ماشي هي هذيك. بديت كنحفر مع داك الكلب شويه كتبان لي واحد الميكه كحله. بغيت نجر داك الميكه ولكن كانت ثقيله بزاف. واحد شويه طلعت واحد الريحه اللي ما قدرتش نشمها مازال. بديت كنرد. رجع الطاب كيف ما كان في بلاصتو وعيطت على السيد مول الفيلا. عاودت لي الفيلم كامل اللي وقع.
قلت يا بغيت نعيط لك انت احسن ما نمشي عند البوليس. قال لي احسن حاجه درتي قال لي كون مشيتي عند البوليس كون محنوك بقوه اسئله. شوف هاد الفيلا هادي انا يلاه شايها و100% هاد الشيء هذا غادي يكون ديال مولي الفيلا الاول. غادي تعاوني نرجعوا الطاب وندخلوا السوق راسنا اللي وليو ملصقين لينا شي مصيبه. العساس قوه الخلعه قال لي صافي صافي اللي بغيتي. العساس قال لي رجعنا الطاب كيف ما كنا وبقيت خدام. من بعد يومين تقريبا جا عندي مول الفيلا وقال لي شوف انا خويا غادي نسافر غادي نخوي البلاد تقريبا شي 4 شهور عاد غادي نرجع. جبد واحد 2000 درهم وعطاها ليا قال لي هكا ديوسي الله يسهل عليك. دي صافي ماشي مشكل. هزيت المشحوم ديالي وخرجت من داك الفيلا ورجعت كنعس على الطوموبيلات كيف كنت في الاول. من بعد تقريبا شي 15 يوم تلاقيت مع واحد السيد اللي كان شافني خدام في داك الفيلا قال لي علاش ما بقيتيش خدام تماك. قال لي صافي راه السيد سافر وما غاديش يرجع دابا شي 4 شهور تقريبا عاد غادي يرجع. قال لي تاش كتقول السيد راه كاين صاحبي وكيبان ليا يوميا تقريبا كيدخل الفيلا وكيعاود يخرج. العساس ملي سمعت الاخبار هادي تخلع تخلع لا وقع شي مشكل ويمشي ويجيبوه ويولي مضيع حياته في الحبس فابور. وجا لعندنا وديك لارا نضنا في البلاصه ومشينا ديريكت لداك الفيلا. دقينا في الباب حلينا السيد. هاد السيد هو اللي كان ديك لارا بالاختفاء ديال الماء ديالو. خدينا امام النيابه ودخلنا كنقلبوا في الفيلا. دينا معنا جوج ديال الكلاب داونا ديريكت لداك البلاصه بدينا كنحفروا فيها وجبدنا داك المصيبه كحله. كانت الجثه ديال جوج الناس راجل وما راجل ملي شافنا جبدنا داك جوج جثات بدا كينكور قال لنا هاد الفيلا انا يلاه سكنت فيها 100% غتكون ديال الناس الاولين. قلنا ليه ماشي مشكل غير يلاه معنا. ديناه معنا ودينا جثات في التشريح الطبي عرفوا بلي داك الزوج هما اللي كيقلبوا عليهم. راجل هنا ما كان عنده حتى شي حل من غير الاعتراف كلشي باين قدامه. بدا كيبكي تا هو وبدا كيعاود لينا القصه ديالو. قال لنا هاد صاحبي هذا مصاحب انا وياه 30 عام ثقه كامله عزيز عليا وعزيز عليه. انا الحمد لله كنت داير التجاره وسهل عليا الله ودات لاباس. هاد صاحبي هذا ما كان عنده والو كان خدام في شي شركه كيشد شي 3000 درهم. كان عزيز عليا بزاف وقفت معاه حتى دار واحد بروجي ونجح ليه حتى هو وحتى هو ولا كيدخل فلوس صحيحه وما بقاش خدام في داك الشركه. تزوج ولد وليدات وبقات العلاقة ديالي أنا وياه بخير. واحد النهار عرض علي العشاء تعشيت أنا وياه في دارهم. كنت جالس معاه وماتو وليداتو. من بعد دوك ينصحو فيا باش نتزوج. كنت تقريبا داك الساعة عندي شي 34 عام. قالوا لي هذا هو الوقت وبارك عليك انت زوفيت والحياة الزوجية راه زوينة. قلت لهم والله ما كرهت ولكن ما كنعرف حتى شي وحدة. إن شاء الله ملي نتعرف على شي وحدة غادي نتوكل على الله. نقص صاحبي اللي كان تيق فيه كتر من خويا وقال لي كاينه واحد السيده كنعرفها الله يعمها هذا وزوينه تبارك الله. صافي ماشي مشكل الا كنتي كتعرفها وبنت عائله ماشي مشكل. قال لي واحد يومين ان شاء الله وجي عندنا. واحد اليومين تلاقيت معاهم في الدار ديالو وكان داك السيده جالسه تماك. السيده الصراحه كانت زوينه وباينه فيها بنت عائله. المهم اتفقت انا وياها على كل شيء وتزوجت انا وياها. كنت انا وصاحبي مره نتغدى عنده مره يتغدى عندي العائلات مع بعضياتهم. كانوا عندي بزاف ديال المحلات كنت كندير التجارة. المهم دازت تقريبا شي 4 شهور على الزواج ديالي. واحد النهار كنت خارج من الفيلا اللي ساكن فيها تلاقيت مع واحد السيد في راس ديال الدب. سلم عليا واحد السيد وقال لي راه البارح جيت لعندك وقالت لي المرض ديالك راه ما كاينش. قال لي قلت غادي تكون غير كنت عيان وما فيك ما يخرج عندي. قلت لي علاش كتقول بحال هكا مادام قالت لك راه ما كاينش يعني راه ما كاينش. قال لي لا حيت كان معك صاحبك. كيف يكون صاحبي؟ قال لي داك صاحبك ما كتفارقش انت وياه كان البارح انا شفتو بعينيا. قلت لي شنو؟ قال لي والله العظيم البارح كان مع ديك الوقيته ديال العشاء. انا الوقيته ديال العشاء كنت في المحلات ديالي. المهم قلت ليه صافي صافي ماشي مشكل شنو خاصك دابا؟ سولني على شي سلعه وقلت ليها موجوده دوز ليها. مشيت للخدمه وراسي غادي يتفاقع. ملي كملت في العشيه ورجعت للدار سولت المدام لقيتها حاطه لي العشاء. قلت لها محمد البارح ما جاش عندي. قلت لا واش بغا يدير سي محمد عندك وانت ما كاينش في الدار؟ لا صافي صافي حيت شفتو غابات اليومين قلت يقدر يكون جا عندي وما شفتوش. المهم الغد ليه فقت كيف العاده وفطات وانا نخرج بلاصه الطوموبيل ديالي فواحد الكوال اللي بعيد على الدار ونزلت من الطوموبيل وبقيت حاضي الباب. شويه كيبان لي صاحبي وقف في الطوموبيل ديالو بلاصه حتى هو بعيد
وقف قدام الباب اللي تحل بالزابة. حدو دخل تسد الباب. جلست في واحد العتبة ديال الباب وبقيت شاد فراسي. ويلي صاحبي هذا 30 عام ديال العشاء. من بعد تقريبا شي ساعة ونص ديال المكانة خرج من الباب شاف اليمن وفي اليسار وركب الطوموبيل ديالو وزاد في حالاتو. بقيت جالس في داك العتبة وركابي اللي غادي نوقف عليهم ما كانوش عندي. من بعد وقفت ودخلت الفيلا ديالي. كنلقى مرتي في الباب كضحك لي الضحكة الصفراء. مالك جيتي دابا؟ قلت ليها والو دخلي بغي نهضر معاك. قلت ليها شنو كان كيدير عندك السي محمد هنايا؟ قالت لي السي محمد ما جاش كاع. قلت ليها واخا ماشي مشكل. دخلت الكوزينه وانا نهز واحد الجنوي وقلت ليها دابا غادا دول غادي نذبحك حيت عرفت كلشي والسي محمد كان عندك هنايا لا دابا ولا البارح. شدات المود ديال الخلعه وبدات كتبكي وقالت لي انا غادي نقول لك كلشي انا ما عليا والو السي محمد هو اللي دار هادشي كامل. قالت لي انا كنت نعرف السي محمد المدة ديال 50 قبل ما يتزوج وكان موعدني بالزواج. حتى لواحد النهار تخلى عليا وتزوج بالبنت الاخرى وقال لي الوالدين ديالي ما بغاوش. من بعد مدة رجعت العلاقة ديالي كيف كنا في الاول وبقيت كنتلاقى انا وياه واخا مزوج. واحد النهار عيط عليا وقال لي شوفي واحد صاحبي باغي يتزوج. هاد صاحبي لاباس عليه غادي تزوجي به باش تبقاي ديما قايبة ليا. وافقت على هادشي اللي قال لي ومن داك الوقيته هو كيجي عندي للدار. خليت تحت السالات هزيت التليفون وانا نعيط ليه. سي محمد كي داير لاباس عليك؟ قال لي لاباس الحمد لله. تي عافاك جي عندي دابا للدار ابغيتك. قال لي مالك لاباس؟ الا والو غاجي عندي. جا عندي الفيلا ديالي دخل مع الباب خليت ليه البيبان كاملين محلولين. دخل عندي الصاله كنت مخبي ورا الباب. مع دخل مع ضربته بالجنويه للعنق طاح اللاد وبديت كنزرع عليه داك الموس في الصدر ديالو حتى مات. من بعد هزيت هاد الموسخه اللي عندي وقتلتها حتى هي. حفرت واحد الحفره كبيره في داك الجرده ديال الفيلا ودفنتهم تماك. هذه هي القصه ديالي وانا ما ندمانش على هادشي كامل اللي دات. المهم خدينا الاعترافات ديالو كامله ومشيت من داك الكوميساريه. ما بقيتش حامل مازال نتبع. مشيت عند الوالده وتكيت عليها وراسي غادي يتفاقع عليا. اش هاد الحياه اللي ولينا عايشين فيها؟ مجتمع شي ما كيرحمشي كاين غير الغدر والخيانه وتا شي واحد ما غادي يرحمك الا بانت فيك الضابه. دازت تقريبا شي 3 ايام عاد رجعت للخدمه ديالي. رجعت كنسمع خبر زوين. داك الميكروب اللي كان شاف على الوالد شد تقاعد ومشى في حالاته. في نص النهار تقريبا هبطت عند السيد اللي مكلف بالدواسه اللي كاين في لاشيف. حدو شافني بدا كيضحك وقال لي لقيتيني موجد لك الدوسي ها هو جبدتو. خديت من عنده الدوسي وسلتو معايا للدار. داك الليله ما نعستش الليل كامل وانا كنبحث فيه. مع ذلك ما لقيت حتى شي حاجه غدا تنفعني في داكشي. رجعت وبديت نقلب في القضايا اللي كنحلهم الوالد. لقيت اكبر قضيه واخيب قضيه كاينه تماك هي ديال واحد النهار كان خدام في واحد الباراج وكنشد واحد كميه كبيره ديال الحشيش ومولاها باقي مشدود دابا في الحبس. ركزت مزيان على هاد القضيه هادي. خديت المعلومات ديال هاد السيد اللي باقي دابا في الحبس وعرفتو ساكن في الشمال. خديت العنوان ديالو مضبوط ومشيت ديك لداك المدينه. حتى وصلت لداك الحي بديت كنسول عليه. عرفت ان داك الدار مسمين عليها دار البزنازة. عنده جوج ديال الولاد كبار هما اللي مكلفين حاليا بالحشيش. رجعت الخدمة ديالي الاولى الضابط السري. مشيت عندهم سيفيل وقلت لهم ما بغيت نشري من عندكم شي سلعة. فعلا شريت من عندهم شي حاجة وقلت لهم انا ماشي ولد هنايا ولد واحد المدينة اخرى وغادي نبدا كل مرة نجي نتقدم من عندكم شوية. قالوا لي صافي ماشي مشكل. كنت كناخد من عندهم السلعة وكنت كنبيع لواحد بزناس اخر كنت ديجا شديتو عاود خرج عاوتاني. كنت باغي نشري معاهم المعرفه وداكشي اللي كاين. دوزت معاهم تقريبا شي شهر وانا كنبيع وكنشري معاهم. هادشي اللي كندير فيه كامل نوار بلا خبار الخدمه الا ساقوا الخبار غادي يجيو عليا. من بعد ما دوزت مده وانا خدام معاهم ولاو كيتيقوا فيا شويه. واحد النهار تلاقيت معاهم بجوج طوموبيل ديتهم لواحد بلاصه خاويه وبقينا جالسين كندويو. من بعد جبدت عليهم السلاح بجوج قلتلهم غادي نجيكم من الاخر. الضابط اللي كنصيفط باكم للحبس شكون فيكم اللي قتلو؟ غير انت ولا انت؟ حيت الوالد ديالي ما كان عندهم مشكل مع حتى شي واحد في الشمال من غير باكم. بقاو كيشوفوا فيا بجوج ومصدومين ما عرفوا راسهم باش تبلاو. بقاو غير كيشوفوا في بعضياتهم وساكتين. من بعد واحد فيهم قال لي
شوف، إلا كان باك مات ماشي بسببنا حنا، بسبب قصوحية طراس ديالو، أنا غادي نعود لك كل شي. الوالد ديال كان خدام في واحد البراج، وكان شد الوالد ديالي مهرب واحد كمية ديال الحشيش كبيرة. الشاف ديالو كان واخد من عندنا فلوس صحيحة باش يدوز ديك السلعة، ولكن الوالد ديالك راسو قاصح، هبط عندو الوالد ديالي في البراج وعطاه 30 مليون، مبغاش يخليه يدوز. زادو 10 مليون خرا هي 40 مليون ووالو. حلف على الوالد وقال ليه والله هاد السلعة هادي لدازت. الوالد ديالي في ديك اللحظة ما تساطاتش ليه وجبد بيستولي، كان باغي يقتل باك، ولكن القطاسة ما جاتش فيه، جات واحد بوليسي اخر اللي طاح ومات في البلاصة، هي باش حكموا على الوالد بالمؤبد. الشاف ديالو هو اللي كنا غادي نقتلوه، ولكن قال لنا انا ما عليا والو، قال لنا الضابط هو اللي كان السبب ديالكم في هاد الخسارة هادي، انا غادي نصيفطو لكم ونتاقمو منو. واحد نهار الشاف ديالو عيط عليه وقال ليه سير كاينه واحد الحديثة بواحد الطريق فلان فلانية، داك البلاصة حنا اللي كنا كنتسناو فيها، ما عادش عندنا لقى الطوموبيل واقفة، نزل منا وجا طلع علينا تاينا فيه وهابنا. جبت التليفون وبديت كنسجل داكشي كامل اللي قالو، قلت لي غتعاود ليا كلشي من الاول، وغتقول بلي فلان هو اللي صيفطنا باش نقتلو الوالد ديالي. قال لي واخا ماشي مشكل. بدا كيتقاد في الجلسة وعرفتو باغي يجبد شي حاجة من ظهرو. فداك اللحظة زرعت لي واحد كوشي في الوجه ديالو وبديت كنقلب فيه، لقيت عندو فادي. ما كتبش عليكم الخوت شحال فرحت ملي لقيت داك الفادي، حيت كيف كتعرفوا السلاح اللي عندنا حنا محسوب. ليه دابا باقي كتعامل معاه ولا لا؟ قال لي اه باقين، واخا شت التقاعد مازال باقي يديه طويله. قلت لي غادي تعيط ليه دابا وقول لي عندي شي سلعه باغي ندوزها. من بعد خليتهم هما اللي راكبين القدام وركبت انا اللور، بقيت حاط لهم البيستولي على راسهم وشدينا الطريق ديكت للمدينه اللي كاين فيها داك الميكروب. عيط عليه واتفق معاه على كل شيء، على الثمن وعلى البلاصه اللي غادي نتلاقاو معاه فيها باش ياخذ من عندهم الفلوس. ضربنا تقريبا شي 6 سوايع ديال الطريق وصلنا لعندو. دايرت ليهم عندكم مناش تخافوا، انا عندي بيه الغاد هو. من بعد وصلنا لواحد البلاصه اللي كانت خاويه، قالوا لي هنا فين مولفين كنتلاقاو ديما. من بعد ما بقينا كنتسنى واحد شويه وقفت واحد الطوموبيل، انا عارف الطوموبيل ديالو هي هذيك. نزلت من الطوموبيل وبقيت واقف بعيد، كيبان لي كيطلق ليهم في الضوء، بقيت واقف وما تحركتش كاع. شويه نزل من الطوموبيل وتم غادي عندهم. ملي وصل عندهم الطوموبيل كيلقاهم بجوجهم مقتولين. شاف داك اللقطه ورجع كيجري الطوموبيل ديالو باغي يهاب. كنت داك الساعه جالس ورا في الطوموبيل وما شافنيش، خليته حتى بعد من حداهم شويه وانا نحط ليه بيستولي ورا راسو. قلت ليه بسببك انت الوالد ديالي تحمت منه حياتي كامله بسبب الطمع ديالك، ودابا غادي تخلص كلشي. وقفت قنت هنايا، خليته حتى بلاصه مزيان وضربته بقطاسه من اللور ديال راس ديالو، خليته غارق في الدميات ونزلت في حالاتي. رجعت للدار دوشت بحال ما وقع والو، تكيت في بلاصتي واول ما غادي نعس وانا مرتاح. مع 6 ديال الصباح عيط لي الشاف ديالي، قال لي شي عندي دابا كاين واحد جاي موقعات ما غاديش تصور شكون اللي مات فيها. لبست حوايجي ومشيت وشفت داك الميكروب ما غير الطوموبيل ديالو. درت راسي حتى انا مصدوم بحالي بحال خوتي. مهم من بعد ما بحثو مزيان ما لقاو والو، داو القضيه ديال تصفيه الحسابات وصافي. المهم انتقمت للوالد ديالي. الضابط اللي انا خدام معاه بدا كيتعجب، قال لي ما جاكش العجب؟ قلت ليه فاش؟ قال لي ما فهمتش كيفاش ماتوا بالسلاح ديالهم وحتى هو مات بنفس السلاح، يعني هذا شي واحد اخر اللي قتلهم. قلت لي قلت لك شي حاجه غادي نكون غير كذبت عليك، والله ما عرفت. ملي ساليت الخدمه رجعت للدار لقيت الوالده ديالي فرحانه. قلت الوالده مالك ياك لاباس؟ قلت لي داك ولد الحرام اللي كان معدي على باك وكيف كيقولوا الناس هو سبب باك حتى مات، اليوم لقاوه مقتول في الطوموبيل ديالو. ربي الحمد لله ما كيضيع الحق ديال حتى شي واحد. قلت داكشي اللي كاين الوالده. حتى لهنا الخوت سالات القصه ديال اليوم، باش ما ننساش القصه اللي قلت لكم اليوم الاغلبيه ديالها مخود من قصص واقعيه. كنتمنى تكون عجبتكم بزاف، وكنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم. نتلاقاو في قصه اخرى الخوت، تهلاو.